حياكم الله. اليوم في فقرتنا راح نستخلص زيت اللافندر أو زيت الخزامة. اللافندر موجود في المشاتل، ينباع كشجرة وممكن نزرعها في البيت، وبعد ما نزرعها راح يطلع عندنا حبوب اللافندر بهالطريقة هذه، اللي هي نقدر احنا نسوي منها زيت اللافندر. زيت اللافندر مفيد جدا حق تهدئة الأعصاب، حق الاسترخاء، جميل جدا للي ما يقدر ينام ممكن يستخدم. راح نجيب جدر نحطه على الشولة، راح ناخذ بالملعقة حق زيت اللافندر ملعقتين من اللافندر، وبعدها راح نحط عليه شوية ماء فوق اللافندر، بس الكمية اللي تخليه يذوب شوية اللافندر. نبدأ نحركه، من أول ما نحط الماء راح تطلع عندنا ريحة اللافندر جميلة جدا وفواحة. نبدأ نحوس اللافندر شوي شوي على أساس إنه مع الماء بس يذوب الماء شوية. نرطب شجر اللافندر أو ورق اللافندر مع الماء، بعدها راح يبدأ يطبخ الماء شوية. الحين بالضبط نشف الماء من اللافندر وصار اللافندر كله رطب، وبالإمكان الحين نبدأ نحط الزيت. وهنا ممكن نستخدم زيت عباد الشمس أو زيت الجوجوبا. بالضبط بنحط عليه تقريبا على الملعقتين زيت اللافندر راح نحط عليه 6 ملاعق من زيت الجوجوبا أو زيت عباد الشمس. وبعدها نبدأ نحركه مرة ثانية بالطريقة هذه علشان يمتزج الزيت مع اللافندر. راح نلقى كمية اللافندر أكثر من كمية الزيت وهي المطلوبة بالضبط. وبعدها راح نبدأ نجمع اللافندر بهالطريقة هذه بعد ما نطبخه بهالطريقة هذه. راح نجيب علبة قزاز ونفضي فيها زيت اللافندر، وراح يكون عندنا زيت اللافندر الصافي 100%. بعد ما نفضي الزيت في الغرشة هذه راح نخليه لمدة يوم بالضبط. من ثاني يوم راح نجيب مشخال ونشخل زيت اللافندر ونحطه في غرشة ثانية، ونقدر نستخدمه سواء في العلاج أو في تبخير البيت أو في الفواحات. هذه فقرتنا اليوم عن زيت اللافندر. نراكم في فقرات أخرى. لكم مني أجمل التحية. حياكم الله مشاهدينا فقرتنا الرياضية. اليوم راح نتكلم عن عضلة المعدة، وراح نستخدم الكرة اللي فيها الوزن. الكرة هذه فيها 5 كيلو تقريبا، وتقدرون تحصلون هذه الكرة بالمحلات الرياضية وتقدرون تستخدمونها بالبيت، وتعتبر من المعدات البسيطة. أول تمرين عندنا بهالطريقة، راح أنام على ظهري، ارفع رجولي لفوق واخليها تلمس الارض، والف يمين يسار، احاول اني ما اثبت رجولي بالارض حتى لو تتحرك عادي، بس اني ما انزل رجولي. هذا اول تمرين. التمرين الثالث نفس الشيء، بس انه هالطريقة راح أرفع رجولي لفوق وأدخل الكرة بين الأرجل بهالطريقة. والتمرين الثالث إني راح أنام على ظهري وأخلي الكرة
قدامي بصعد لي فوق سيت اب وانزل طريقه طبعا التمارين الثلاثه اللي شفتوهم راح تساعدنا على تقويه وبناء عضلات البطن وراح تلعبون ثلاث جولات من 25 طقه او 25 تكرار الى تقريبا 50 تكرار فمن 25 الى 50 تكرار كذي شفنا ثلاث تمارين واتمنى ان استفدتوا من فقرتنا اليوم نشوفكم على خير. حياكم الله مشاهدينا في الفقرة التربوية اليوم عندنا لكم معلومة مهمة تهم كل الآباء والأمهات اللي جالسين اليوم في البيت مع عيالهم وفي نفس الوقت قاعدين يديرون بالهم على سلوكياتهم يحاولون أنهم يتعاملون معهم بالطريقة الصحيحة لكن بعض الأبناء الله يحفظهم ويصلحهم تلاقي عندهم العناد كبير تلاقيهم دائما يعاندوننا يرفضون كلامنا ما يبون يسمعون كلامنا يبون يسوون أشياء في بالهم لذلك كثير من الآباء والأمهات اليوم يعانون من هذا العناد والعناد هي مرحلة طبيعية يمر فيها كل واحد فينا بل بالعكس العناد هي من تؤصل شخصياتنا وتخلي عندنا استقلالية في شخصياتنا من ناحية القرار والاختيار والأولويات وغيرها وغيرها من الأمور لكن في ثلاث أمور رئيسية إذا احنا سويناها كآباء وأمهات راح تزيد العناد عند عيالنا خلونا نركز اليوم عليها بحيث احنا ما نسويها رقم واحد عيالنا ما يحبون الأوامر لا نكثر الأوامر قوم اقعد قوم اكل قوم البس روح ادرس هذه الأوامر الكثيرة تخلي عندهم العناد بشكل أكبر ليش؟ علشان كذي راح تسحبنا حق النقطة الثانية كثرة الأوامر بوجود الآباء والأمهات راح يسبب عندي صدام مع الأبناء لأن تتعارض الأوامر مع أولوياتهم وهذه هي رقم اثنين الأولويات عند الأبناء تختلف عن أولوياتنا اليوم أنا أشوف ولدي أبي يقوم يدرس لكنه بالنسبة له هذا الوقت هو وقت راحته فلذلك صدام الأولويات بين الآباء والأمهات تسبب عندي عناد وهذه رقم اثنين طيب رقم ثلاثة شنو هي؟ رقم ثلاثة هي عنادنا إحنا لعناد أبنائنا مثل يا ولدي قوم أكل يما ما أبي أبي ألعب تمام لما هني الأم أو الأب يقولون ويزيدون لا الحين تقوم تأكل لا الحين أبيك تسوي لا أبيك الحين هذا الآن صار نموذج للعناد من الآباء والأمهات للأبناء لذلك عنادنا لعناد الأبناء راح يسبب عناد أكبر من الأبناء فمن المهم جدا أن نقلل الأوامر اثنين ان احنا نوفق بين اولوياتنا واولوياتهم ونسالهم شنو تفضلونه او شنو الاختيارات اللي ممكن احنا نعطيهم اياها بحيث انه يكون في توافق بالاولويات ثلاثه ان احنا ما نعاند عنادهم بل بالعكس نتماشى معاهم ومرات نحتاج احنا نطوف كذي تمشي العمليه بشكل افضل وتعامل ايجابي مع عيالنا وان شاء الله استفدتم من معلومه اليوم ونشوفكم ان شاء الله على خير ومحبه